السلام عليكم وليدتي يا بنيتي، كي دايره شويه؟ لاباس عليكم؟ كيف تتوجدوا هاد العيد؟ تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وشي حجه ان شاء الله يا ربي، والله يحفظكم ويجيكم انتم ووليداتكم. اسعد مشي الوالد. جينا عند سي حسن داير هنايا شي فلاحه، شفتو هنا غير غرقته هو هنا ما عمرو بالنا. ياك بعدا. جينا حنا نشوفوا واش يدير نهار العيد، يلاه عيد وجا. دابا انت هو انت ولا غادير الكونترول هاد النهار هذا؟ ضروري الكونترول، انا هو دابا نعطيك شحال جاب واش. دابا غادي تعطيه النقطة ولا ما غاديش تعطيه النقطة؟ واش واحد ولا ما نعرفش غادي نعطيه. واش مدة طويلة واقيلا ولد باش ما جيتيش هاد الفلاحة ديالك؟ إيوا خير ربي هادي إن شاء الله، شي 12 يوم باش ما جيتش هنا. إيوا شنو قالك؟ كاين شي نتيجة ولا والو؟ تبارك الله، راه خدموا وتعبوا وسقى وما تيخرجوش منها. المهم شوف تبارك الله، تيدارك الوياح دراما وين ما مع الماء قليل دابا، وتيضربوا مع الماء تيخرجوا من البير. ايوا والله عم سيدي ربي يصاوب من عنده ويحفظ البركه يا ربي. شنو الوالده كي دايره مزيان؟ الحمد لله. غادي نخلي الوالده يمشي يدير شي دوره في اللوبيا. اللهم لك الحمد اولدي، كي درتو وليداتي وبنياتي لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كي درتو مع الصحيحه؟ ومبروك العواشر دياولكم، رحنا ديما تنباركوا لكم، يبارك لكم ان شاء الله الخير والرزق يا. واش باش الواد شي لحم ولا والو؟ اش معنى ولدي؟ اللهم لك الحمد. واخا بان انت ما كتاكليش بزاف اللحم الواد. ما بغيتش ولدي والو، طلع لي هذيك تنشم هذيك الريحه ديالو صافي انا. والله ما السينات ولا الوالده. ودابا الغريب باغي ندير لك السنان، والله الا باغي ندير لك السنان، ولكن انت السنان بحال اللي ما كترتاحيش ليهم. والو ولدي، واو ما عندي، راني درت الاولين. ايوا والله ما تنقد عليهم، الا بغيت ناكل تنحطهم، والا هذا ايوا حطيتهم في مره. واش بركه رشيده في الوالده دابا؟ داكشي اللي كاين عندكم اختنا مشاهدين، عندها سنان وحيدات. الله الا حيتهم الجهه الفوقانيه، الا حيتها اختي زهره وقدر دايرهم. اختك زهره دايره الجهه الفوقانيه. اختي زهره هي مولفه بهم وداكشي وهذا. ايوا داكشي غير مع الولفه. راجلنا من بركنا، تحيه لبركنا. ياك بعدا. عطاونا جريعه ديال الزريعه. ايوا الحمد لله الوالد. شوف ما كان الوالد اللوبيا وريني شي عرس تما نشوف كيفاش. اللوبيا غزاله. ربي ما نقول. ويني راه مشريه ب 1300 الكيلو. 1300 الكيلو هذه. 1300 الكيلو هذه هي. يعني الزريعه تكون شي شويه. تبارك الله الخيرات ديال ربي. دابا واش غادي تقلعوا هذه بكريه ولا غادي تتقلع؟ بغيتي تقلعها اخرى، تقلعها بغيتي تخليها. ومن الاحسن شنو؟ من الاحسن في نظرك انت؟ من الاحسن درس هذا العام تبارك الله، ما كايناش اللوبيا بزاف، مساكن يفسد من دارو الناس يفسد. الله يحسن العوان، وعندو سواتا حنا ان شاء الله، وذوقوا الجيران وكلوا الحباب ويعطيو منها نعشروا منها ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الله يعم سيدي ربي يحفظ البركه. شنو رشيده كي جاتك الطبيعة؟ الطبيعة زوينة ما شاء الله تبارك الله، صراحة ما عندي ما نقول، الله يعطيهم الصحة عمي محمد وحسن. ايوا فين كنغرق حسن؟ أما الوالد دابا 12 يوم ما جاش لهنايا. السلام عليكم خوتنا المشاهدين. الوالد راه حداد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كما قال عمي، راه هو خدام صافي دابا عيا، جات نوبتكم انتم حسن وحسن. ايوا جينا اليوم كما كتشوفوا عينا من دار اللحم، دار اللحم قلنا هاد العشيه نمشيو نشوفوا شويه الطبيعه، نخدروا عويناتنا، ونتمنى يا ريت لو كانوا المشاهدين معنا يجيو يشوفوا هاد الطبيعه غزاله ما شاء الله. وشكرا للمشاهدين على التعاليق ديالهم الزوينه اللي قريناها في التعاليق ديال لي فيديو من العيد لهنا، شكرا لكم بزاف بزاف، والله يكبر بكم. وها حنا غنوريو لكم هاد الطبيعه. عرفتي دابا شنو؟ دابا كاينه واحد القضيه، عندي واحد الفكره انا. دابا الوالد خصنا نتبعوا واحد الريجيم معاه. دابا هنا حسن راه زارع القرعه وزارع داك الخيار. الوالد تياكل هنا شي قطعه ديال الخيار تيجي. ايوا صافي داك الشيء غادي نديرو مع الوالد. شنو بالك في هذا النظام الغذائي دابا الجديد؟ شوف اخويا الحسن كاع خصنا الريجيم صراحه، والله الا قلنا اللحم والشحمه صافي، انا بعض المرات كتجيني الدوخه. شنو الوالد نقلبوا نظام غذائي نديرو الريجيم كاملين ولا؟ والله ولدي الريجيم الا مخير. دابا ها دابا انت متفقه ورشيده متفقه. أيه. شنو بالك اختي زهره متفقه؟ أيه. شنو بالك الوالد؟ خليهم يسبقوهم ونشوفوا انا شنو كاين. وهي هذه يا وليداتي بلاصه الجلبانه اللي كنا جينا ديك الساعه الجلبانه، هذه هي بلاصه الجلبانه، وردوا فيها اللوبيا. طبيعه غزاله تبارك الله، والعقبه تجيوا وليداتي ان شاء الله وتشوفوا هذا الخير، وتشوفوا ان شاء الله هذه البلاصه هذه غزاله، والله يعطيكم الصحه. دابا الوالده مازال غدير لنا شي مريقه من هذه اللوبيا كريني ياك؟ ان شاء الله ولدي، والله الا جينا حنا جبنا الصل غنحيدوا شويه ونديروا منها شي مريقه كي قلتي، وتجي زوينه مع اللحم. يا الله الوالده على بركه الله. مالك؟ جيت تلعبي كره؟ ها يا راه لحي كره، شفتي تعرفي تضربي كره ولا ما تعرفيش؟ رمي لعمك حبيبي. يلاه لحي لي. اي 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 يلاه زيدوا الوالده. نفوجوا شويه ويلعبوا شويه على برا بحكم راك عارف الحاجه الصحيه.
حتى هما غير دار نتمنى الله سبحانه وتعالى يبعد علينا هذا الوباء ويخرجوا حتى هما شويه ونمشيو عند العائله. راك عارف حنا العائله ان شاء الله نسافروا عند العائله الا كتب الله. دابا يزين ربي هذا الوباء. قول الوالد كاين الواد ليه هذاك الواد هذاك موجود واخا كاين ناقص هذا العام شويه في الماء ولكن الحمد لله البلاصه مزيانه في الماء. هذه مزيانه عام البير راه الماء البير اللي مخدمين البير ولدي راه نتمناو من الله الخير. ياك عاد توصل الواد 5 ايام 10 ايام الله يحسن العوال الفلاح وصافي تبارك الله. يلاه الواد مشوا للخير ان شاء الله يا ربي ليل ونهار على بركه الله. شوفوا السي حسان ها هو هنا بالمسائل ديالو بالطوموبيل ديالو وراه تيسقيو لهيه واللوبيا اللي قال الوالد كريني هي هذه. قول يا الوالد والوالد دابا هاد اللوبيا شكون ياكلها بزاف؟ اش منطقه براكنه وما يتي ياكلوها ما يتي ياكلوها اللوبيا. ايوا الحمد لله ما يتي ياكلوها هذه الزكره تيديروها هذو اش تجي ممتاز في النفل في الماكله ديالها. انت كتعجبك ولا ما كتعجبكش؟ اويلي تنهبل عليها. اش انت بركاني وقال هذا الحساب هذا؟ كتصايب الكميله لراسك؟ راسي فيها والله الى راسي سهله. انا محمد تاكل غير خيار انا هاهم شي مريقه ان شاء الله وطريقه باش كطيب. ها وريها براكنا راه تيهبلوا عليها مساكن هادي هادي ونوري لهم راه كتجي زوينه صراحه مشرمله كتجي مع الحال. اجي واودي اجي تشوف القرعه الصلاده كلشي كتجي القرعه فنان. يلا الواليده ديري خدمتك. ها هي ها ها انتم وليداتي غنحيدها من الارض. ها هي غزاله تبارك الله. ها هي الله يعطيك الصحه الواليده صحتك. شي الواليده في المتتبعين دابا. ها هي مسكينه هادي كبرات على الواليد. هادي كبرات اودي وين كاينين هاد البريزات الصغار ديروا ما يلي في الصغار. غير نتوما الواليد غادي نشوفو. ها شوفو المهم الدراهم جايين راه تيجمعو في القرعه وها الخيار هنا وها كلشي هنا وحتى السي حسن ونسيبهم هنايا. وكيداير السي حسن؟ هاني ادي السي حسن بخير الحمد لله ربي يخليك. مغبور هذا السي حسن. ها وحنا غير مع العمل مع الخدمه ومع الماء تبارك الله. الماء موجود حسن تبارك الله في هاد البير هذا. دابا قول محمد دابا الماء شويه ناقص هاد العام في الساقيه ياك. دابا غير البير تبارك الله باش يقضي الوالد الغرض وصافي. ايوا الحمد لله. هاد الكريني هادي الكريني تياكلوها الناس ديال الوجده وديال البركان بزاف. اه البركان البركاني معنا دابا. اشنو البركاني؟ ربي انت تيشي يعطي التحيه البراكنه كاملين فين ما كانوا ياك يا سيدي الضيف بركان الناس معروفين هما بالكريني هما عارفين الكريني. وتا هاد اللوبيا واقيلا محمد تتبغي الماء بزاف ياك؟ الماء ما كان غير 3 ايام 4 ايام خصنا نجيو نسقيو. ها الواليد طاح على الخيار طاح على شنو كيدير الريجيم مع حسن الواليد. واش دابا عطيتي لنا البروغرام ولا مازال؟ لا مازال. ها؟ لقينا خيار على الحساب. غير نتو غير جمعوا شنو هاتي؟ اه راه جمعي معاهم ما كاينش جمعي معاهم. شوف عطيني شوف مالك؟ هاي القرعه. هاي هاي علفني كي شايه. القرعه غاديه اللحم تبارك الله. شنو الوالده؟ هذا ولدي الخيار ها هو ها الخيار. غادي ديروا شي ريجيم الوالده للوالد ولا والو؟ شنو كاين؟ ايوا تبارك الله يلاه جمعوا الوالده الخيار ها القرعه ها اللوبيا كريني. وبالنسبه للفوائد ديال اللوبيا خصك تعرف الفوائد والمنافع ديالها راه كثيره. لا هي لا الضرر بالنسبه للانسان راه ضروري خصو يصيبو الضرر الانسان يسلقها. ودابا شاركوا معاهم ان شاء الله من غنكون تحدي الكريني ومن غنكونوا تندرسوها ويعني جميع المراحل غادي نوريهم ان شاء الله الطريقه واللي بغى اللوبيا اللوبيا محبوب عطيه حقو اللوبيا ان شاء الله. ودي السي حسن هاي 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 واش درتو له شي ملح وشي نكري هاد الخير حسن ولا طبيعي؟ هذا مزروع هكا غير ما دير محتوى هذاك عرفتي هذا الطبيعي راه ما تلقاوش الناس للدواء محمد كاع الله يعطيك الصحة وصافي هذه ما نقول هذيك هذي الدريعة هذيك اش ولي زريعة وصاك ما قرعة الوالدة هذيك ولا غا كرة ديروا لي الثا ديروا له القرعه الدواء ديروا له الدواء شنو ياكلها ولا لا؟ اشنو الوالد متفق على الريجيم ولا مازال؟ متفق على الريجيم ولا مازال؟ متفق على الريجيم مازال اشنو زعما صافي كاع ما واخا شدينا فيك واخا هذا والو هذيك راه ما خدام انا الطعام لا والو هذيك راه وايد هذه اللحم هذه تكسر هذا وتجي غزاله مع اللحم الله يعطيكم الصحه وصافي ودي رشيده الله يعطيكم الصحه بالنسبه اللي كيدير السلايد ولا تفويجه هذه رشيده احسن من المدينه ياك جاب المدينه لها الطبيعه. المدينه غير الصداع والغواتات انا ما كنتحملش مع شي مدينه هكا كبيره ولا ولفت غير مع مدن صغار. غير فيلا صغيور بارك الطبيعه والانسان يدلع وهذا ويجيب خضيره من الخلا وهذا. لا لا شنو هذا؟ صافي دابا نشوف لك الاميره. ها هي ولدي ها هي. يلاه الوالد شنو كديري تما؟ من الارض ها.
ها هي تبارك الله. ها هي مازال صحه الوالده. لا والله ما تيبانوا اللي بعدا. ها الاخرى ها راه سيدي الوالده. يا سيدي ها هي الاخرى. واش تقلع كل شيء ولا تخلي شي حاجه؟ والله هو بركه واقيلا حنا عمرنا السطل. ها زهره هذه تشوفها ولدي. زهره ليك انت عاوتاني. اخذتي زهره عمرين مسائل يخصوك. اشنو ابو محمد؟ راه مسقيه غير بالبير. الله يعطيك الصحه وصافي. هادشي راه غير البير. دابا السقا ديال البير الواليد واقيلا احسن من الساقي ولا الساقي اللي احسن؟ لا الساقي ديالو. ياك. شوف الخير ديال مولانا تبارك الله. الله يعطيكم الصحه وصافي. حاجه طبيعيه زوينه ما كاين لا. عرفتي هاد القصه الواليده راه احسن من كل شيء بحال هكا يجي الانسان وتيشوف الخضوره. بزاف عليك علي بزاف غادي يتزلعوا لك بزاف يا عين عيني نجي نهز معاك. اه الماموشه تبارك الله. خيورات خيورات يا ولدي حسن. كما كتشوف اخويا الحسن حنا غادي نديرو شي كليسه ليه ديك الشجره وراه جبنا لهم واحد الزراد بهتاي واش نشربو حنا ولا هما انا كيبان لي لا طبيعي. سمو احمد كان علينا داك المجمر وداك القطبان نجيبوهم هنا ياك بعدا هنا اللي غادي تزيان الماكله رشيده هنايا كتحل الشهيه مع الطبيعه تبارك الله. الله ما شاء الله. واسي محمد ما شاء الله كما قلت لي انت واحد الكلمه الطبيعه والله ما يشريهاش الانسان حتى بالفلوس. الله الا ما شاء الله وصح. الله يعطيك الصحه ودي حسن وصح. الحياه السعيده ودي حسن. واش انتم ملي كتقيلوا جالسين في هذه الجلسه زعما اش نقول لكم ما والله سيدي لا تشوفوا واقيلا يا شانقوكم الا ما شاء الله عليكم وصح. الناس كيتشوطوا في الخلا انتوما ما تشوطوا ما والو. اه ياك بعدا اه محمد انتوما بور وحسن وفين راك دابا شربوا اتاي؟ اخويا الحسن هاد الطبيعه وهاد الجمال ديال هاد الارض تبارك الله انت شتي اخويا الحسن بخيرات. اها وكذلك اخويا حسن الناس ديال الجاليه اخويا حسن كذلك الناس ديال الجاليه اللي انت كما معيديش هنا حتى هما تعطيهم واحد التحيه كبيره وتعطيهم واحد السلام كبير وعزيز وتنقول لهم عواسه المباركه وتحيه للجميع اخويا حسن وهذا ماشي في الطبيعه كاين الموجود ودابا نشاركوا معاهم ان شاء الله الاثنين نطيب اللوبيا وغنقول لهم الطريقه كيفاش تحييه. دابا الله يعطيك الصحه ودي حسن. يعطيك الصحه. شنو الوالد كيفاش تلك الفلاحه مع عدي الحسن والسي محمد؟ كيفاش تلك الفلاحه ديال الحسن والسي محمد؟ ما عندك ما تقول ياك؟ نعم. افين غتجلسوا دابا تجلسوا تما رشيده ولا تحت الشجره اللي هي؟ تحت الشجره اخويا. صافي الله يعطيكم الصحه. نشدوا البلاصه تما ونقعدوا. الطبيعه في يا وليداتي غزاله وتنتمناو ان شاء الله تجيو وتبرعوا فيها ان شاء الله يا ربي. والله يجيبكم على خير والله يبعد عليكم البلاء. امين ام حليوه. قلبه وليداتنا الله يرضي عليكم الله يسعد عليكم. شنو الاميره؟ قالت هذه جبانه هذيك؟ غدير بها شي مريقه مالك؟ تعرفي الطيبي؟ تعرفي الطيبه بنتي؟ لا يا سيدي لا. الله يجي ونجلسوا هنايا ان شاء الله يا ربي. هو انس هو انس غيقول شي تحيه للمشاهدين. سي انس قول تحيه تحيه للمشاهدين. ديال شوف الكاميرا شوف الكاميرا في الملعب. يلا قولها قولها قولها. تاع عمي مالك مالك مالك. قول لهم باي باي قول لهم باي باي قول لهم باي باي. دور المالك. قول لهم باي باي. لا ما تديرش فمك انس ما تديرش فمك. باي باي. ها مالك هكا تعطيهم شي. يلا تحيه مالك. تحيه للمشاهدين ديال عمي. يلا باي باي. قول باي باي عليكم وراكم عزاز علينا. باي باي عليكم وراكم عزاز علينا. زيد اخويا شنو الوليد؟ اش جبتي هنايا؟ صافي عييت انا غادي. اختي رامي قلت لي غادي الريجيم كاع صافي ما. وايل فشلتي صافي. خويا حميد كيدير ماشي خدمه حميد؟ ايوا خويا اللهم لك الحمد راه حنا مع الخدمه بخير. كيدير ماشي سقا ياك ما تماره حميد؟ ايوا شويه ديال تماره ولكن اللهم لك الحمد يعني خصك تماره على الحاجه باش تكون مزيانه. الله يعطيك الصحه ودي اخويا حميد وصافي. الحمد لله راه حنا خدامين مع خصنا حتى شي خير كلشي بخير. نملا نملا. على راسنا الخدمه مزيانه كلشي مزيان. الله يعطيك الصحة ودي السي حميد وصح. اللهم لك الحمد اخويا حميد. حميد الله يعمر هذا انسان تا هو انتم الله يعمر هذا يعني تيدير تا هو مكافح تيتقاتل وديما مسكين تيسقي معنا وديما خدام معنا وعمرنا غيرنا ها هو التقليد يعني. ضروري الله يا ودي. الله مرحبا بكم اخويا حميد اش تشربوا شوده اتاي؟ اشنو الوالدة؟ اش باش الجلسة هنايا؟ جلسة غزالة يا ولدي. لا المالك خافت ولا؟ مالك عباس شي نمرة واقيلا صح انا سلسلة بحال هكا. الوالدة صرع الجلسة.
الوالد ديما تيدير هاد الجلسة ديال الجلسة مريحة الوالد هادي. ماشي مخدة. وايلي. اجي اخو حميد هنا، اجي اخو حميد هنا زيد تفضل مرحبا بك. وايلي راه راه حاطلك الله هنا. وايلي وايلي الوالد هذا كيكة. ما كاينش بحال برا، ما كاينش بحال برا كاع. جلسة زينة الوالدة هادي. كنا ودي زوينة وتشم غير الهواء الزينة وتشم. اه ما كاينش اودي بحال الجلسه ديال برا. وتتوجد الدراري الحسن غادي نوريهم الدراري كيفاش تسلق. آه. كيفاش هي من الاحسن تسلقها، هي راه فيها المنافع واقيله كثيره على على الشويو. لا لا هي احسن ما ديرها في المزمر. انا راه بعدا كنت 43 كواله في هادشي هذا. ويلي 40 كنت نضرب ميك. مويا مويا. وخي الحسن راه عندنا بثلاث نخرين ان شاء الله غنسلم لهم ونشاركوا معاهم عاوتاني من كنت نجنيو بحال اخرين ان شاء الله. ان شاء الله. غادي نحيدوا كرينين ديوال البركان ان شاء الله. تحية للبراكنة وتحية للمغاربة فيما كانوا والسلام. الله يعطيك الصحة يا حسن. عيننا وليداتنا يجيو ومني ما كتبش الله والعقبال العام الآخر واللي جا مرحبا به واللي بقى العام جا عاود مرحبا به والدار داره. الله يطول غير في العمر البويضة. آمين أولي داكشي. والله ديالكم إن شاء الله تجيو. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. جيوها معكم لديوركم. يلا الويدة شي دعيوها بحال العادة ونهيو الفيديو ديالنا إن شاء الله يا ربي. سهل على وليداتي والله يجيب لهم التيسير والله يجيب لهم الرزق من عند الله واللي مريض الله يشافيه. واللي باغيه وليداتها الله يجعل ربي يحل حزامها والله يسهل عليها والله يحفظكم وليداتي من هذا المرض. ايوا هادشي اللي كاين وليداتي والله يسهل لهم ربي يبعد علينا غير هذا المرض هذا وبالسلامه عليكم والله يعاونكم.